السلام عليكم، ياكم منير ليث. قبل فترة، قبل كم يوم، اشتريت زوجين كونيورز، وقبلها همتين اشتريت درة هندية زوج، وعندي اساسا زوج الكونيور، السن كونيور اللي عندي صار الهند 6-7 سنوات ما اتذكر ما شاء الله يعني. فعندي الاقفاصة مو كلش مرتبة، يعني الاقفاص صارت شوية مرعبة الله زايد عن اللزوم، اقفاص كبار اقفاص صغار وما مرتبهن بشكل حلو. فقررت انه اروح اشتري اقفاصة تترتب بشكل احلى، يعني تتصفط واحد فوق الاخ، وحتى القياس ما راح يفرق كلش هواية بالنسبة يعني للطول والعرض، بينما الارتفاع شوية راح يقل لانه راح اصفطن واحد فوق الثاني، فالارتفاع راح يقل، المسافة راح تزيد. فراح افتحن هسه، جبت الاقفاصة وصلا يعني جبتها من الانترنت. هواي ناس ما يسألوني من جبتهن وشون جبتهن، جبتهن من الايباي، ماكو يعني موقع معين رحت عليه، مجرد من الايباي دورت، اسمهن ستاكبل بريدنج كيجز بالانجليزي، اللي يريد يجيبهن من داخل امريكا، من خارج امريكا بصراحة ما اعرف، حتى اكون واقع وياكم. طبعا هذا الباكيت، هذه الكارتونة المفروض بيها قفص، وهماتين الستاند مالتهن، لان هذه كارتونة اثخن من الثنين الباقيات، بيها سمك يعني. فأنا وصيت على وحدة يكون بيها ستاند ميز، واثنين قفاصة يصفطن فوقها. ممكن أجيبهن كلهن بنفس الباكيت وادفع $30 زيادة، بس أنا جبتهن من نفسه هو اللي يبيع علي بي، جبت ثلاثة كل واحد واحد، كل واحد دفعت عليه سعر واحد وطلعنا أرخص $30. هذا هو شكل القفص المفروض يكون بهالشكل هذا، وورا ما يكمل هذه الكارتونة بيها بس الطابق الجوا والستاند، والكارتونتين الثانية بيهن دني الطابق الثاني والثالث. هذا الفيديو هسه يذكرني بأول فيديو سويته على القناة، كان همشي ندا أسوي قفص بعد الحد الآن عندي. طبعا يجي بيه مجرين، شو ذا اللي لازقيهن، لانه هو اساسا القفص الواحد يصير اثنين، يعني القفص الواحد بفاصل بالنص يصير قفصين، فبي مجرين حتى اذا واحد يريد يفصل الاقفاص. هسه انا اريد البراغي على مود اعرف الاساس بالضبط. ويجي بيها ماتين 4 معالف، الكل قفص كبار مو معالف صغار، يعني منطيني الينكي حتى ما احير بالالينكي وانا القاه، عندي كوما الينكيات بس ما بي حلق، قاعد ادور الينكي هسه. براغي ونتات بلا واشرات، فغالبا الربط ما راح يكون صحيح، عدا انه عند اضيع النتات بالثيل اساسا. بس لا خلي النتات على العدد. طبعا البراغي ما عجبتني، البراغي اللي خليها البراغي والنتات، لانه ما ينضب زين حديد على حديد، فكان المفروض يخلون وياه واشرات ابو السبرينج على مود يقفل. هسه هذا يظل يفتر، يمكن اجيب له بعدين واشرات ابو السبرينج. هذه هي التايرات، مفروض هيك تتخلي. طبعا التايرات تفيد حالة انه احنا نريد ننظف جوا القفص، وبيهم ماتين هذا البريك، بس بشكل عام احنا ما المفروض نحرك القفص من مكان لمكان، لانه الطيور ما تحب تغير مكاناتها. فهذا هو وجه القفص، يكون بيه بابتين، ومنه ممكن اخلي عازل واسويهن قفصين، او اخليهن هيجي ويصير قفص واحد شوي اكبر، يعني مهم افتهمت الوجه وين والظهر وين والسقف وين. فهسه حبدي اربط، ما راح افكهم عندنا، اخذوا لي الطياره انت اليوم.
عادة من اربط هيك شغلات، انا ربط يكون كلش سهل لحد اخر لحظة اكتشف انه هون ربط فشي بالمقلوبي ولازم افتح كل شيء وارجع اربط من جديد، بس الله يستر. هاي هنا مو خوش سالفة لانه ما زرفن الحديدة بشكل كامل هنا وهنا، فهسه لازم اشوف لي طريقة افتح بها الحديد على مود اقدر اربط. اسهل مما كنت اتوقع، بس ضربته بالشاكو وانفتح. هذا هو حجم القفص ورا ما كملت، ورا ما ربطته تقريبا بشكل كامل. هسه بس اخليه للمعالف والمجرات. يعني هذه ايدي، هذا هو القفص حتى تعرفون حجمه. حجمه مناسب مثلا زوج كوكتيل، زوج كونيور، كويكر، طيور متوسطة الحجم، واكيد ممكن نخلي طيور صغار اذا نريد، بس مثلا كاسكو فوق ما نقدر نخلي به هيك طيور، ما نقدر. يعني ممكن نخلي به الكاسكو يعيش به، بس ما اعتقد قفص ممكن يكون مناسب التكاثر الكاسكو لانه صغير. راح يكون اكو نفس هذا القفص بعد فوقه طابقين. طبعا بحالة انه نريد نخلي لهم بياضة مالتهم او العش، هذا هو الباب مالتها. وبحالة انه نريد نسوي قفصين مكان قفص واحد، نخلي هذا العازل بالنص هالشكل هذا، فهذا صار قفص وهذا صار قفص. ممكن نخلي زوج طيور حب او مثلا غندورة وبكل قفص من هذين الاقفاص، كل واحد بيه المعالف مالته وبفتحة البياضة او فتحة العش هذه. بس الغرض اللي انا اشتركت بهذا القفص انه اريد اسوي قفص كبير، يعني اخلي بيه زوج واحد بهالشكل هذا هو كبير. وهذا العازل هم ممكن نخليه يكون مفيد اذا مثلا ندخل طيور جدد واحد على الثاني، نعزل الانثى عن الذكر لحد ما واحد يتعلم على الثاني ونفتحهم سوا. بالصور توقعت هذني المعالف يطلعن اصغر لانه عندي نفسهم بالضبط نفس الشكل بحجم اصغر، بس الحجم مال ذني كلش مناسب يعني للطيور الاكبر من طيور الحب وحتى اكبر من الكوكتيل. يعني الحجم مال ذني تقريبا بقد مرتين الحجم اللي عندي، فكلش مناسبات، ما راح اضطر اشتري معالف ثانية. خليهم على اساس انه واحد من عندهم يكون مال مي، وثلاثة مثلا يكونون مال اكل، او واحد مال مي واحد مال اكل بكل قفص. وهذني المجاثم اللي جني وياه مبدئيا هسه ما راح ابدلهن، بس ممكن ابدلهم بعدين اخلي لهن عود تكون مثل عود الماسحة شوية ثخينة. هذه مو كلش زينة يعني للطيور اللي داخليهم بهذا القفص، على الرغم من انهم الطيور الكونيور والدرع مو كلش كبار بالحجم، يعني مو مثلا مثل كاسكو، لانه الكاسكو اذا اخليه على هذه ممكن رجله كلها تلتف داير مدايرها، فما راح يكون مرتاح على هيك مجتم. على العموم راح اجربهن ووراها بفترة ممكن ابدلهن. طبعا المشكلة اللي صارت هنا عدا هذه الطيارة اللي تفوت من فوق هاي، المشكلة اللي صارت هنا هي مشكلة بالتصميم مال القفص. ذني المجاثم ينحطن بهالشكل هذا، فماكو مكان ثاني ممكن اخلي بيه المجاثم عدا انهم يكونون فوق الاكل والماي، فاكو احتمال كبير انه الطيور راح توقف هنا وراح توسخ بالاكل والماي مالتهم. هذا هو الطابق الثاني، طبعا حفظت الترتيب مالتهم فحربط على السريع اسرع من اول واحد. هذا هو الشكل النهائي للاقفاص كلهن. الشغلة اللي مخوفتني حاليا هو الارتفاع، يمكن مترين وعشرين هاي ما اعرف، بس كلش مرتفع عن اللي كنت خاله ببالي، فغالبا راح يطخ بالسقف. على العموم اذا طخ بالسقف راح اخلي بس طابقين، وراح اشيل هذا وراح اشتري بعد واحد من هذا بالميز، ويصيرن اثنين بهالشكل هذا واحد بصف الاخر. بس ان شاء الله يرهم هيك، واذا رهم هيك اشتري سيت كامل نفس هذا بكل الاحوال، لانه بصراحه عجبني. يعني من 10
انطي 9 وكان انطيته 10 بس لانه تصاميم هاي شوي غلط المجاثم يعني فوق الاكل مو كلش يعني شغله حلوه. الشغله الثانيه انه حتى من اشيل القاطع هسه هذا ما بيقاطع اكو هذه الحديده اللي بالنص هذه وساخه الطيور راح تصير عليها فصعب تتنظف. ممكن انظفها طبعا بالشفره بس هذه كلها معرضه انه تتوسخ. فالقفص حلو تصميمه كلش حلو ترتيبه ثقيل يعني مو قفص من هذا العادي غالي هاي شغله مو حلوه. بس بالنسبه للمتانه ماته بصراحه السعر يمكن مناسب يعني هسه هذا كله صار علي 115 هذا الجوه هو والميز ماته وهذا الواحد ب 95 دولار. طبعا القفص الواحد يصير 2 فيعني مو كلش غالي بالعكس السعر ماته مناسب خاصه للي راح يستفاد منه بشكل كامل. ويا كل واحد اعطوني الينكي فصار عندي 3 الينكيات زياده ويا ال 500 الينكي ما ادري ايش قد العدي بس ما بي حيل اطلع من عدن. كل ما اشتري فشي مثلا ذيك المرجوحه يعطوني هاي الينكي كرسي يعطوني هاي الينكي الينكيات عندهم ينطوها هيك بس طبعا متشرجين عليها فلوس يعني دا اقول لكم هاي هذا مثلا متشرجين عليه 115 اكو يمكن 50 سنت مال هذا الينكي وياهن. هذه الاقفاص هسه ما مربوطه واحد بالثاني يعني هذا مفصول عن هذا مفصول عن هذا بس هذا مربوط بالميز ممكن اربطهن منه هذا مكان البراغي ما راح اربطهن طبعا لانه على مود انقلهن بشكل اسهل اخليهن بداخل البيت واشوف لانه هيك شبه مستحيل اقدر اطببهم بالبيت. هذا هو شكل القفص بداخل البيت اضطريت انه اشيل التايرات لانه التاير سوى فرق يمكن سنتيم ويمكن حتى اقل يعني هذا الجزء اللي هو الفضي يكون بداخل القفص وتقريبا اقل من سنتيم فما راح اقدر يعني ما قدرت انه اخليه وهو بي التايرات مالته لانه حيطخ بالسقف وما راح يكون اكو اي فائده للتايرات لانه ما راح اقدر احركه وهو طاخ بالسقف فوخرت التايرات على مود اسوي هاي المسافه لشويه البقت. فالفكره هسه اخلي زوج من الكونيورز هنا وزوج هنا والدره الهنديه اخليها هنا. طبعا اشتريت سيت ثاني نفسه بالضبط هسه وصل فاللي راح اسويه هسه مبدئيا راح استخدم هذا راح اخلي اصفر واخضر هنا. الاصفر عندي هو اللي يصحوا له ديلوت سينمون يعني اسم الطفره مالته راح اخلي واحد من اللون الاصفر واحد من اللون الاخضر اللي هو مضرب مو اخضر يعني صافي لانه الخضر اللي جبتهن مضربات بتركويز اللي هو اللون التركوازي ومضربات بالاصفر فراح اخلي لونين مختلفه هنا ولونين مختلفه هنا. هنا أنا راح اكتب اللون والرقم مال الطير على مود من اسوي تحليل الدي ان اي هذا يصير الاي دي مالته يلو 1 جرين 1 ويلو 2 جرين 2 هذا الاي دي مالته حتى ما ينخبطن من ادز العينات مال الدم والعينات مال الريش فكل واحد راح يصير الاي دي مالته يختلف. وهنا عندي اصفر واحد اخضر واحد اصفر واحد اخضر واحد فما راح يصير اكو اي خربطه بالموضوع. اما بالنسبه للدره الهنديه اللي راح تصير هنا طلعت عندي مشكله صغيره بيهم غالبا اثنيناتهم اناث. فعلى العموم اذا انثى وذكر انا كل الاحوال راح اخليهن بخانه واحده هسه وراح اعرف بعدين اذا طلعن اناث اثنين فراح استخدم خانه جديده من القفص الجديد اللي راح يكون هنا ويكون ورايه على مود اخلي بيه الزوج الثاني. هنا جوا راح يكون الاكل مالتهن وهنا هذني خليت الفواصل لانه فتحتهن واحد على الثاني هذني الاقفاص مو قفصين قفص واحد. خليت الاكل والمي لهم فراح استخدم مبدئيا واحد من هذني المعالق اول واحد علي راح اخلي بيه مي بكل الاقفاص هذني الاثنين اللي بالنص راح اخلي بيهم البذور اللي هو الحبوب والدخن والحب شمس وغيرها. طبعا هذه الطيور متوسطه الحجم فتاكل دخن وهذا اخر معلف راح اخلي بيه البيلتس اللي هي هاي حبوب العلف مالتهم. بعدين لازمن بليد عادي عبته خفيفه درع من خليتهم هنا طفيت الضوء شلتهم بليد تشوف هذني الاثخان فالشغله اسهل بهوايه من انكم تحسبوا لها حساب لانه بالظلمه كانوا على غفله يعني شلتهم فتفاجئوا بالشيله مالتي فشيلتهم كانت سهله شلتهم قبل وخليتهم هنا. ذني نفس الشكل يعني ذني ما يعضون فخليتهم هنا بقى بس زوج واحد اخليه. راح يكون شكلهن بهالطريقه هذه. هذا الشكل مجرد للتحليل انا اللي اعرف الصفر ذني اثنيناتهن من نفس الدم يعني نفس الام والاب خوات فاذا طلعن انثى وذكر
راح احاول قدر الامكان انه ما اخليهم سوء. يعني ممكن اشتري بعد طيور بس ما اخلي ذني بالتحديد سوء. اذا هذني الزوجة مثلا ممكن يجيبن صفر لانه هذا مضرب. طبعا عدا هذه الطريقة مال الورقة، هاي الورقة ممكن ياكلوها بس مو شرط. يعني أنا مجرد هذا التصوير نفسه ممكن اعيده واتذكر ياها رقم واحد وياها رقم اثنين، وكلش سهل اتذكر لانه هذا الطابق رقم واحد هذا الطابق رقم اثنين. الطريقة الثانية بدون هذه الورقة ممكن نشتري حجول كبس، وعلى كل طير نكبس له حجل، وهذا الحجل مكتوب به اما رقم اما تاريخ، فهذا هو يكون الاي دي مالته. طبعا هذا انتبهت عليه حتى وهو بالقفص هذاك اللي كانوا بيه المؤقت يحب يوقف هيك مثل خفاش. فان شاء الله راح اكمل لكم الجزء الثاني مال هذه القفصات عن قريب، ما اعرف شو وقت، وعندي هواي فيديوهات ثانيه اذا اشتغل عليها لازم اكمل التعديل مالتها. فان شاء الله عجبكم هذا الفيديو، في الله.